هيجس؟ نعم. وتفسيرا عمليا لأسبابه وتبسيطا لها، أعترف أمامكم أيها الأعزاء بأنني كمسؤول إعلامي عن قنوات تلفزيونية يرعبني ويخيفني كابوس أين منه رعب الأطفال وخوفهم من حكايات المارد والغول والجن. والغريب عجيب أن الكابوس ليس وهما أو تخيلا، بل هو شيء موجود محسوس ملموس ويحمل باليد، شيء أسود اللون يقاس بالسنتيمترات طولا وعرضا، مزود بالأزرار ومحشو بالبطاريات، خفيف الوزن ويمكن نقله والتنقل به على هوى حامله، يوجهه إلى حيث يشاء ويتحكم بأزراره من دون أي جهد أو عناء. إنه الكابوس، إنه جهاز الريموت كنترول. تخيلوا مسؤول عن جهاز إعلامي هو السلاح الأخطر كما درج الناس على وصفه، يخاف جهازا صغيرا ويعتبره أخطر الأسلحة الموجهة إليك على الإطلاق. الريموت كنترول في يدك، أنت أقوى مني ومن سواي. بثوان تنتقل عيناك من محطة إلى محطة، تغير تبدل، أنت حر، وبكبسة زر تقول لمن تشاء اسكت فيسكت، انطفئ فينطفئ. من يستطيع بعد أن يفرض عليك وجهه الكريم وكلامه المعسول وبرامجه التي لا ترضيك؟ الريموت كنترول في يدك، فأي ديكتاتورية تلفزيونية تستطيع بعد أن تقمع عينيك وأذنيك؟ الريموت كنترول في يدك إذن لا حدود لحريتك في المشاهدة والمتابعة. وهذا هاجسي وهاجس أصحاب المحطات التلفزيونية، ولو أن بعض من يحبون الظهور والأضواء يعتبرون أنفسهم كاريزماتيون إلى درجة تبطل مفعول الريموت كنترول، ويعتبرون أن الناس مسمرة أمام الشاشات ما داموا هم مسمرين على الشاشات. وليتهم علموا أنه لولا هذا الجهاز الأسود الصغير وأزراره لكانت البيوت سجونا صغيرة في سجن كبير. جهاز يسمى ريموت كنترول انتراكتيف، وهو لا يكتفي بأن يتيح لك أن تضغط على الزر لتقرر أي محطة تود مشاهدتها، بل يذهب إلى ما هو أبعد بكثير، يتيح لك أن تختار ماذا تريد أن تشاهد على محطة ما وفي الساعة التي تحددها أنت. يعني بالعربي الفصيح، كنا نتمتع كمحطات بامتيازات، منها إعداد شبكات برامجنا محددين أنواعها وساعات بثها، وسرعان ما ستسقط هذه الامتيازات مع استخدامكم في المستقبل القريب الجهاز الانتراكتيف، وتصبح شبكات برامجنا خاضعة لامتيازات كل واحد منكم، وتتولون أنتم إعادة تركيب شبكات برامجنا على هواكم، ولا يعود ينقصكم إلا أن تجلسوا في مكاتبنا ما دمتم أصحاب القرار 100%. ربما يحتاج الأمر إلى أمثلة عملية توضح معالم هذا التغيير الآتي على عجل. مثلا، أنت تفضل متابعة نشرة الأخبار في الساعة 10:20 وأن تتابع بعدها مباشرة سباق الفورمولا 1 من على سيارة شوماخر؟ وتتمتع بمباراة البرازيل فرنسا من خلال الكاميرا التي تلاحق باستمرار تحركات رونالدو؟ ثم تريد أن تحضر فيلم تايتانيك على دفعتين، نصفه اليوم ونصفه الأحد بعد الظهر، وتريده مدبلجا بأي لغة من اللغات ولو كانت بالأردو، فأن كل ذلك متاح لك وكما تبرمجه بسهولة على الريموت انتراكتيف. أضف إلى ذلك كله
أنك تستطيع أن تتابع ما برمجت فيما أهل بيتك يتابعون ما يريدون في غرفة ثانية من البيت وعلى جهاز تلفزيون مؤهل للدخول في عالم الإنترنت لمخاطبة من يشاء وفي أي مكان كان على الكرة الأرضية، وربما متابعة فيلم تايتانيك نفسه وعلى الإنترنت ولكن باللغة الأرمنية.